السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤية. بداية بالعناوين: إحياء للذكرى 69 المخلدة لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، الرئيس تبون يدشن مستشفى الأم والطفل للجيش بابن مسوس. وكالة عدل تطلق منصة إلكترونية خاصة بإجراءات تمليك السكنات. في ملف العدوان على غزة، نفاد الوقود من مجمع الشفاء بالقطاع يهدد حياة الجرحى، والمشفى التركي خارج الخدمة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بداية وإحياء للذكرى 69 المخلدة لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، دشن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة مستشفى الأم والطفل للجيش في ابن مسوس بالعاصمة. وتعد هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الأم والطفل بسعة 278 سريراً لبنة تضاف إلى سلسلة المنشآت الصحية العسكرية، وتمثل نموذجاً عصرياً مطابقاً للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع. من فضاء روضة الشهداء عين زروق بتبسة، أشرف والي الولاية سعيد خليل على إحياء مراسم الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، وذلك بمعية قنصل الجمهورية التونسية بتبسة والسلطات الولائية والمحلية، وكذا السلطات الأمنية والثورية وجمع من المواطنين. المراسم استهلت بالاستماع إلى السلام الوطني ورفع العلم وتقديم السلاح من تشكيلة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، ووضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب والدعاء ترحما على أرواح الشهداء الأبرار. في أخبارنا المحلية، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل اليوم الأربعاء عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإجراءات تمليك السكنات. وأعلمت الوكالة قاطني السكنات صيغة البيع بالإيجار الراغبين في تحويل ملكية سكناتهم أنه ابتداء من الأول نوفمبر سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإجراءات التمليك. إلى الرياضة، إن رشحت تقارير إعلامية المهاجم الدولي الجزائر محمد أمين عمورة للالتحاق بالدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه يمتلك طريقة لعب ستساعده على النجاح في البطولة الإنجليزية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما يساعد عمورة للالتحاق بالبريمير ليج هو أن رئيس نادي سان جيلواز البلجيكي هو نفسه رئيس نادي برايتون الإنجليزي، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في القريب العاجل. دوليا، وفي ملف العدوان على غزة، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 8796 شهيدا منذ بداية الحرب. كما أعلنت أيضا عن توقف مستشفى الصداقة التركي في القطاع عن العمل جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاد الوقود به بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع. وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء قصف ونفاد الوقود إلى 16 مستشفى من أصل 35. في سياق ذي سلا، نشر الإعلام الحربي اليمني اليوم الأربعاء مشاهد وصور لعمليات المشتركة للقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الاحتلال الإسرائيلي. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت تنفيذ 3 عمليات نصرة لغزة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، شكرا على حسن متابعة، إلى اللقاء.